احنا في بلدنا الثاني الجزائر نشكر الاخوه المسؤولين في الكوره والمسؤولين على الكوره الجزائريه. اليوم الحق لله كان استقبال جيد واكثر من رائع. احنا توقعنا الشيء هذا خاصه من بلد زي الجزائر، بلد شقيق، بلد عربيه، اخوتنا الجزائريه. الحمد لله الهوتيل هوتيل 5 نجوم، الاستضافه في المطار ما عطلناش، حتى كنا تعبين شوي لكن الحمد لله تمونا الاجراءات كامله. ان شاء الله من ناحيه المباراه اكيد المباراه راح تكون مباراه في كنف روح رياضيه، خاصه الشوط الاول لعبنا في المغرب، الشوط الثاني ما زال في الجزائر. اللي يربح نقوله الف مبروك، اللي يخسر هارد لاك. هذه الكوره قرينا المنتخب الجزائر، عرفنا نقاط القوه نقاط الضعف، زي ما احنا عندنا نقاط قوه ونقاط ضعف. ان شاء الله ان شاء الله الاجر يربح بالمباراه. في الاخير احنا اخوت، تربطنا علاقه الاسلام. ان شاء الله ان شاء الله نديروا حاجه كويسه، نشوفوا مباراه تليق بالديربي المغاربي العربي ان شاء الله. شاكر السفير الليبي القائم بالاعمال في الجزائر والاتحاد الكره الجزائري لكره القدم على كرم الضيافه والاستقبال. حقيقه وجدنا كافه الترتيبات والاستعداد الجيد من قبل الاخوه في الاتحاد الكره الجزائري لكره القدم. نحن تربطنا علاقة كبيرة وجيدة مع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم الأستاذ محمد روراو، علاقة منذ فترة في اتحاد شمال أفريقيا وفي الاتحاد الجزائري، ولهذا تم التنسيق في المباراة في اجتماع الاتحاد الأفريقي في الشيشل، وتم الاتفاق على وضع الترتيبات سواء المباراة اللي أقيمت في الدار البيضاء أو المباراة اللي هي تدار في الجزائر. وليس لدينا اي ترتيبات من اي ظروف اخرى، بالعكس نحن تربطنا علاقه جيده مع الاتحاد الجزائري لكره القدم. الجزائري شعب مضياف وشعب كريم، وكل اللي بين يحبوا الشعب الجزائري، والعلاقات بين ليبيا والجزائر اكبر من مباراه كره القدم واكبر من اي شيء يعني. وهي علاقه متينه من 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 عقود يعني، ليست جديده بين ليبيا والجزائر يعني. منتخب الليبي جاي لتقديم اداء رائع وارضاء الجماهير الحاضره، وفي نهايه الامر النتيجه تبقى في الملعب يعني. بعدها خاض المنتخب الليبي عشيه امس اول حصه تدريبيه له على ملعب